السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينك دي زاد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي خواتاتي، ما تنساوش بارطاجوا الفيديو تاعنا باش إن شاء الله يحلقوا لأوسع نطاق، ودونا أن بوتي لايك باش التفاعل يزيد في القناة تاعكم إن شاء الله. اليوم خاوتي حنتكلم على ضيف غير مرحب به في القناة تاعنا، عندنا مدة ما حكيناش عليه، ولكن تحصلنا على واحد الفيديو كما يقولوا قليل شافه، فيديو قوي، هو حنتكلم على رومبو الرابطة المنحرفة، رومبو عبد الكريم، رومبو الحاج رومبو، راكم تعرفوه رومبو الرابطة شكون اللي توحشنا عندنا مدة ما فاتش في القناة تاعنا، راه متخبي، يقولوا عنده نية باش يترشح كشمي قادي زان تلفزيون في كلوب دي با ولا في العصابة، باسكو اوبلي با هو افلان فيس هو كل شيء، وتوت اوبسيون عنده نفوذ في الافلان، حوش يستعمله مثل ما استعمله اليبوك باش قدب الرابطة. روبو قصفه شكون؟ قصفه مولا دعوته، اللهم اظلم الظالمين بالظالمين، وخرجنا منهم سالمين، الله قوي شيطانكم يا العصابة. شكون اللي قصفه؟ قصفه ياحي مؤسس الفساد الرياضي. نشكرو حصة بيناتنا اللي فيها معمر شابو في باردون يا لطيف، فيها مراد بوطاجين مع الأخ رضا عباس اللي جبدوا واحد التصريح قليل هاد لابريو فوا اللي سمعتو، اللي ساند فيه العصابة 100% مسيو رومبو الرابطة. بليس رومبو إلا قدنا الوقت اليوم غادي نفتحو واحد الأمور درتها، إلا قدنا الوقت ولا ما قدناش الوقت غادي نزيدك حلقة أخرى، جاتني واحد الأمور صارت في الرابطة، واحد التسيير واحد الكوارث، إلا قدني الوقت نكملها، ما قدنيش الوقت نعاودها لك كما يقولوا في أحد الأيام، باسكو على بالك نبغي نحكي لك رومبو، على بالك رومبو، على بالك بلي زوتشي شو يا رومبو، باسكو نسينا المحترفين نسينا كلش، حتى نكمل معاكم ان شاء الله باذن الله تخلص حكايتكم، ثم نقلبوها محترفين لي زانترفيون الخرجات الافريقيه نزهيكم خاوتي. وخا الله خاوتي غادي نسمعوا واش قالوا في رومبو، واحدة التصريحات قمه، سمعوا خاوتي. السياحي ما كاش غير تا بريزيدون اللي وقف ضد العصابة، كاين الناس، أنا جبت الثلاثة الكبار الزعماء اللي وقفوا ضد الفساد والعصابة في المرتبة الثالثة، نبداو السي كان يعني تجوب كثير عندما كان الدكتور محجوب بالداء وهو يلقي في الكلمة تاعو ويتكلم على الإنجازات تاع فخامة رئيس الجمهورية، ويتكلم على الاستقرار، يتكلم على المنتخبين اللي كانوا شاهدين على التنمية في يعني في الزمن العشرين سنة اللي التي مضت. نظن هذا اللقاء اليوم شفنا فيه يعني أشياء كثيرة إيجابية توحي على أن الكل يريد الاستقرار، كل يريد الاستمرارية، وكل يحيي ويصفق لفخامة رئيس الجمهورية. الدليل هو انه وقف ضد الفساد، ضد الاستمراريه، ضد الخميسه، وراه في المنصب تاع رئيس الرابطه. انا بالادله نهضر، ما نهضرش هكاك. شكرا. دونك الاقوال والافعال انا مدور اخي بون. بارك الله فيك. انا نعرفه تري بيان. شكرا. مدور لا بدون تعليق. غدوه تصبغ له حمر يولي حمر، تصبغ له زرق يولي زرق، وهي مش ما لا لا غير ما اولا لا اولا لا رومبو خويا بصح يا حيد عجبني بها. وي شوف يا حيد، من قصف لي الفرطاس او المغرب وقفص وقصف لي رومبو مليحه، هما قاعد يوفا بصح عجبني في تاع رومبو، قال لك رومبو مرفوع عنه القلم، مرفوع قال لك بدون تعليق، مهبول قال لك مهبول متيقر، مرفوع عندها القلم، قال لك تصبغها حمار يولي حمار، تصبغها ابيض يولي ابيض، تصبغها ازرق يولي ازرق، مات الملك عاش الملك، مات الملك عاش الملك.
هذه هي للاسف خاوتي، هذه هي الجزائر للاسف، لان اللي بعض الناس يلوموني من شويه كريتيكي البوفوار، يلوموني يقول لي ولي علاك تهضر، هذه هي الجزائر، هذه هم اللي غادي كاتبين في الحكم وغادي يقعدوا في الحكم، وبسبب سكوت تاعنا غادي يزيدوا هادو يتزوجوا بالشعب الجزائري. ولكن ان شاء الله ان شاء الله كاين جديد في قادم الايام، سيوقع حراك، حراك اللي غادي يصفي الحاله ان شاء الله، ان شاء الله يبقوا غير الناس اللي يخدموا هذه البلاد. علاش خوتي انا نبغي الحراك؟ على حراك سي تام في تاع ضغط، باسكو على بالكم عندهم مده هذو ما دخلوش الحبس، هذا لو مورو بوج معته مورو في الحبس مع سطيوش، غير هما يساعدهم من حراك ما كانش هادو خوتي، والله العظيم غير يساعدهم من ما يكونش الحراك يدير لهم صداعات. انا رومبون عاملين هذا الحراك في 2019 كان يعيط لي لو نهار يبعث لي مع الناس، مع الناس في وهران كانوا حاسبين روحهم شواكر تاوي يا عازر، شواكر تاوي درت لها سكت لها واحد البيرو تاع ام واحد اللي كيبغى يطيح في وهران، قال لك واللي اللي كيبغى يطيح على جالك، ما انا ما نطلع على جالي، انا خاطري اللي كيبطي على جالي، سكت واحد كان جو ليفل كمان، انا مانيش لاهي دروك غادي لاهي بعض الامور لي زافير تاوعي. من بعد غير هذيك ليكيب ضمنت المانتيا تاعها، فكرت واحد قال لي صاي ديك ليكيب دارت مانتيا اه بون، قعدت نقصف في رومبو، جاني هذاك بيزون تاع دوك لا وقال لي ها، قلت لك ما تهضرش، قلت له راني خدام عندك انايا تمريض، راني خدام عندك انا باش تقول لي بلي رومبو ما رومبو، لا يسال عليك رومبو صاحبك خدمت انت وياه انت تخرويت، انا خاطيني سي با مو بروبليم، اه ما حبش علينا شويه، انا ملي خدام على حتى واحد انا اللي طيح بيني دي انا نكيسه تكياس، احنا عندنا في العقل الدرع نخلوه لمواليه. رومبو قالك محجوب بدا، محجوب بدا قالك انجازات فخامة رئيس الجمهورية بوتفليقيس الاستقرار المنتخبين ده صفقو، قالك قالك 20 سنة من الانجازات. اخويا راكم تشوفوا خوتي الفوتو تاعه كان دايرها في لاليغا، انا درتها له داك العام واحد دخل لاليغا صورها للحراك، كان يتمشى بواحد الشهرين ورومبو داير صوره تاع بوتفليقيس في البيرو تاعها تاع الرابطه. واه خاوتي قال 20 سنه اللي فاتت فاتت قوه، نريد الاستقرار والاستمراريه، والكل يصفق على فخامه رئيس الجمهوريه ومحجوب بدا. محجوب بدا هذا وين راه؟ راه في الحراش، كان وزير، هذا كان لامي انتيم تاع رومبو الرابطه، وهذا اللي كان يعيط للبريزون دو كلوب وعيط لكالك فاعلين في الكره الجزائريه، عيطوا لهم قال لهم عاونوا رومبو باش يربح كونتر المورو تاع لازمو، اللي هما كي هو كي المورو وما عندك ما دير، اي كوال من العور والله ما كان واحد فالا، هو قال لي المورو فات في الباهيه يهضر، تبقى هو انت التصريحات تاعك دوك. انا من جيت عندك في 2019 قلت لك دير تصريحات، قلت لي ما نجمش ندير، ما كنت قاعد بهذيك تاع البحر المتوسط، مين كان زرواطينات زرواطي ام راجل عليكم، اقسم بالله لا زرواطي فيه رجل عليكم، والله لا زرواطي شوي يخرود يخلط يخدم لي زابيط، هو ثاني جزء من الفساد الجزائري زعما زرواطي، ما غاتش ترد علينا ملائكه، بصح على الاقل راجل عليكم، راه في عامين اونتي زاتشي ملصقها له ملصقها الرومبو، هايا جينا انا دروك تما كيسموني المورو تاع العظم يجيني ضرب قال لي عين شامبا كنت قاعد مع الوالد الشيمانة وضربت الوزير، علاش ندير باب تاع هذاك؟ زدت يكمل الموندا تاعه، من جيت عندك انا 2019 قلت لك نخرج ديكلاري، فوت معايا في اليوتيوب ولا نبعتك في كاشان، وشفت لك شحال من شان عيطوا لك وما بغيتش تفوت هربت لهم، راني في الي كونت راني في سيدي زكرين، تهضر درك علاه؟ غير انسى باش كنت رئيس فيدرالية، غير انسى مع عقلك باسكو جا الوقت اللي غادي هادو لي كونديدا ندينهم فين طرطق لهم لي فيشي تاعهم، ما نهضرش خليكم، باسكو الهدف تاعنا هو سطيوش، انتوما لا لا حاب خاوتي رم بون رئيس الاتحادية تبقاوني حالة ما تساعكم راه الله اللي فيه يكفيه مور، انا ما نهضرش كاع عليه مسكين، هو كاع هكا مسكين عاقل وجاي يقول لي ما يتيري مسكين، ما سي با لو جو اللي غادي نتيريك انا مورو، باسكو اللي فيك يكفيك، ما قادر انت درت لي عفاسي مشي شابيد مع الله مع نسوبية عمومية بصح ما عنديش. كاين تاريخ الله يرحم عمره قال لك الدراهم وسخ الدنيا، على بالي يا رؤساء الانحراف والانبطاح،
فوالا خاوتي دينا لكم رومبو شادر جو بونس با غادي نزيده فيديو شباب باسكو طاح لي دوسي تاع فساد دوسي تاع تبديل المال العام في الرابطه غادي نزيد نلم بعض المعطيات ونتيري رومبو هاد لي مات مليح وناكم بلي رومبو نتا تاع العصابه نتا هو العصابه اما غاسي با لا بان تولي تاع الحراك ولا تقضب الألجيري تقضب الفوتبول الألجيري كمل اللي كملته في الرابطة ومن بعد كابتك ويليتك بس كو يا رومبو نهارك نهار انت الحلقة تاعك الكبيرة ما زال ما لحقت لا تلحق ان شاء الله لأنك عصابة وتابع العصابة وتاع الأفلان وحنا ريحة الأفلان نكرهنا ريحة الأفلان نكره لها الرحمة تاعها لأن سبب فساد الجزائر خاطر الرياضة هي الأفلان هاد الأحزاب اللي معمرة بالفساد هي والأهلندي لهذا خاوتي قلنا لكم الحراك والله لا مليح غير مكان له يباركوه بس كل حراك دخلهم الحبس وما زال يكمل على البقايا لأن الحيرة هي راكدة شوفوا زطشي وش راه مستجل على الدولة كان جود دولة القانون زطشي وش راه فيه خبر إن كان فوالا خوتي تحية لكم وانتو تيفراجيلي والسلام عليكم وفي مزيد من الفيديوهات إن شاء الله.